الأستاذة سناء بتقول إنها حاسة على طول إنها الناس بتكرهها، ما بتقدرش تتواصل مع الناس بصورة قوية، وحتى إخواتها ما بتقدرش تفتح موضوعات، هي ما بتحبش تتكلم كتير، و يعني التغافل مطلوب في مثل هذه الأمور، والانشغال بالخالق عن الخلق. مش معنى كده إن أنا ما يكون ليش أصحاب، أنا بس شايفة إن أنا لازم يبقى يكون عندي ثقة بنفسك، يعني أنت لازم تكوني عندك ثقة قوية بنفسك. وخلي بالك العلماء الكبار من خلال ما تعلموا من أنوار الوحي كانوا يميلون إلى الصمت، وكانوا بيألفوا كتب في الصمت، وإنه ده يعني فضيلة طيبة، لأنه بتحمي الإنسان من إنه يقع في الكلام فيتكلم على حد فيغلط فيتعدى الحد المطلوب منه. مش معنى كده أنت طبيعتك قليلة الكلام، ليه تجهدي نفسك بما هو أكثر من ذلك؟ تشاركيهم، تقعدي معاهم، بس ما تشغليش نفسك بالناس زيادة عن اللزوم. لازم الإنسان يكون له نشاطات هو ينتفع بها في حياته، من قراءة القرآن، من الرياضة يلعبها، من صحبة خير إن أنا يكونوا دول أصحابه. فسلي الله جليسا صالحا. أما لو أنت حاسة إنك محتاجة نوع من الدعم النفسي، إني أتكلم مع حد فيقدر ينبهني إلى إزاي إدارة الحوار مع الناس، إن أنا أتجنب فكرة أنا فاهمة مضامين بصورة غلط فبضغط على نفسي إن أنا لا، ده أنا مش عارفة أتعامل أصلا ومش عارفة أتواصل مع الناس. يعني حسن السمت في الصمت، ده كتاب اسمه حسن السمت في الصمت للإمام السيوطي. أنت معاكي فضيلة كبيرة، مش كل انخراط مع الناس وكل حديث مع الناس بيرجى، بل يرجى أن يكثر الإنسان من ذكر الله. دي الحاجة اللي احنا مأمورين بيها، وأتعارف وأتواد، ويبقى المؤمن يألف ويؤلف، ده بطبيعة الحال في طاعة، ما نكترش الكلام عمال على بطال. انت طبيعتك كده تقدري تتفاعلي بصور أخرى، لو أنا احتجت دعم نفسي في المسألة لا مانع إن أنا أرجع لحد نفسي يعني إلى المواطن اللي ممكن تنمي قدرات معينة في شخصيتي، مش عن طريق العلاج، دي عن طريق الحوار وجلسات بتقعدي تتكلمي مع المعالج النفسي بيعين حضرتك وياخد بإيديكي قدر طاقته إلى تنمية بعض المواهب اللي ربما تكون هي مهملة، لكن أنت احمدي الله سبحانه وتعالى على خلقك على هذا الحال، إنك قليلة الكلام كثيرة الصمت. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.